المشكل ديالو هو مريض وليدي زي متقوبين لا تيدير داك الدو ديال العقل وما عندي شي وليدي لانتي دي تست في غير 2000 ريال وخوه واخته هما اللي مقابلينه وتغلب ولا حل ولا قوة الا بالله حياتي انا ومي مع ولدي معدبة ولدي عذاب والله والله الله عالم علينا ولدي الله هو اللي تيعلم الله هو اللي تيعلم ولدي من ناحية المعيشة ومن ناحية يعني الصحة ما كايناش ومن ناحية يعني خوت عياو واحد عنده وليداته وبنت هكاك تتجري عليهم وانا سيدي لا حول ولا قوة الا بالله تنطلب مسؤولين وصاحب الجلالة شوف هاد الحالة هادي كان يعني خارج يعني مريض وتنخاف يعني تضربو شي طنوبيل تيخرج تيغوت داكشي علاش ولدي مربوط بالسلسلة ما تنخليش باش يخرج مع دي الصحة باش نتبعو خويا. المشكلة عندنا هو هاد الولد كيف كتشوفوا هي الحالة ديالته قدامكم مريض عندنا حالات 4 ماشي غير واحد عندنا حالات 4 كتشوفوا في الحاله ديالهم الاول شفتوا الحاله ديالو هاد الثاني هاد الثالث وعندنا واحد خارج انتم كتشوفوا الوضعيه ديالتهم هاد الناس طلبنا المساعده جات المساعده ولكن كيطرحوا بانهم تيقولوا لنا عندكم عندهم كيوسكات وعندهم باركينات واش وهما ما عندهم حتى شي حاجه هاد الحالات اللي تشوفوهم حاله لا يرثى لها بصفه نهائيه هاد الناس يجيو يشوفوا الحاله ديالهم قالوا لنا غادي نداوهم داوهم لينا حتى 36 خلاوهم ومشاو بانهم قالوا بانهم غيهزوا القفه الام ديالهم ما تتشوفوها هي قدامكم في حاله لا يرثى لها هي مريضه ورغم ذلك ما كاين حتى شي حاجه كلشي هذاك الشيء كان غير هضره ودابا الحاله زادت ظهورات اكثر لا بالنسبه للحاله الاولى والحاله الثانيه بزاف كاع دابا واحد الحاله لا يرثى لها كنترجاو من الناس ومن المسؤولين الله يجازيكم بخير الا جات على خاطركم الا ما تشوفوا من هاد الحالات وتساعدوهم باش ما عطاكم الله بالطب باي حاجه ممكن تساعدونا بها ما كرهناهاش لحقاش هاد الحالات راه كيازموا واللي ما تاقش وقال بانها كذوب كنتمنى ولا كان عنده الجراه يجي يشوف الحاله كيفاش دايره ويكون يشوفهم كيفاش كيعيشوا وكيفاش المعاناه ديال الام ديالهم معاهم من ناحيه ان كلشي كيديروه تحت منهم لا من ناحيه الحاله الاولى او الحاله الثانيه وهاد الام ما عندهاش الصحه ديالتهم عندهم جوج خوتهم اللي هازينهم البنت والولد الولد مجوج وعنده وليدات البنت هي مجوجه وعندها الوليدات ديالها ورغم ذلك كيتعافروا معهم بقدر المستطاع بانهم يوفروا لهم الحاجيات ديالهم ورغم ذلك هاد الناس راه تقهروا بزاف الرساله ديالي كنطلبوا من الناس المسؤولين ومن الجهاز الكبرى ومن صاحب الجلاله بانهم يشوفوا من هاد الحالات راه 4 ديال الشباب كتضيع يعني راه ماشي واحد او جوج راه 4 ديال الحالات كتضيع وعاد الام ديالهم وما في استطاعتهاش نتمنى منكم اللي شاف هذا الفيديو هذا الله يجازيكم بخير يحن قلبو علم جيت هاد الام هادي الله يرحم ليكم الوالدين الا ما شوفوا من حالها وعاونوها غير تشوف وليداتها غير شويه انت ما تشوفوا واش باقي شي حد كيتربط بالسلسله راه لا يمكن باقي شي واحد في هذا العصر اللي حنا فيه دابا كيتربط بالسلسله راه لا يمكن قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.